اشتكي مع النت، ولكننا ننصح بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة لتحسبات أي مضادات جوية غير متوقعة. في حالة وجود الطاقم لكم أي تنهاية وجاء علاقة أفضل الطاقم وشكرا جيد بالي الجاز تيتشر جليش أبوي بتكالي جوبي نيدا مش تفكتب لي كود ليسيا باتريس إذا كان فاتش الباز بي يكون تكابين كرو إميجاتي تانكيو كابين كرو عم يدور بول ديبارشور and cross check جيد بالي الجاز good morning my name is Sarah the cabin director on behalf of Captain Samira Zakwani welcome on board Oman Air Flight WY282 to Moscow Our flight time to Muscat would be approximately 3 hours and 20 minutes. Today, we'll find cabin crew members who can speak Arabic, English, Slovakian, Thai, and Hindi. Dear valued guests, shortly screening the safety demonstration video, please give it your attention. Thank you. في سترة يدوية يرجى اندفع الواسطة الأمامية كما أن سترة النجاة مزودة بمصباح إضاءة يعمل طبقا إن كان عند ملامسة بالماء وعند مبادرة الطائرة من خارج الأجنحة يتعين نفخ سترة النجاة خارج الطائرة أو فوق الأجنحة استعدادا للإقلاع يرجى التأكد من إغلاق الطاولات الموجودة
الحمد لله على سلامة الرسول. أهلا ومرحبا بكم في مسقط. نحن الآن في مطار مسقط الدولي، حيث يشير التوقيت المحلي إلى 12:35 مساء، ودرجة الحرارة الخارجية هي 27 درجة مئوية. نتمنى لكم طيب الإقامة هنا في مسقط. أما بالنسبة للركاب المصريين للسفر إلى وجهات أخرى، نتمنى لهم رحلة سعيدة. بالنيابة عن الطيران العماني ينطق الوطن سلطان العمان، لقد كانت الدواعي سرورنا أن نكون في خدمتكم اليوم. الرجاء الانتباه إلى الإعلانات التالية وشكرا. Dear valued guests, good afternoon. Welcome to Muscat. We have arrived at Muscat International Airport. The local time here is 12:35, and the outside temperature is 27 degrees Celsius. We would like to wish you a pleasant stay here in Muscat, and for those of you who are on our travel plans, we wish you a pleasant journey. On behalf of Oman Air, the national airline of Sultanate of Oman, it has been a pleasure to be at your service today. Please pay attention to the following announcement. ضيوفنا الكرام، حفاظا على سلامتكم نرجو منكم البقاء في مقاعدكم والتأكد من احكام ربط حزام المقعد الى حين توقف الطائرة توقفا تاما وحتى تطفأ إشارة ربط الأحزمة. يرجى اخذ الحيطة والحذر عند فتح الخزائن العلوية والتأكد من اخذ جميع. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Flight Fun.